نكرر ونجدد التحية بحضراتكم من جديد. الفقرة دي فقرة المواهب. انتوا عارفين المبدأ الثابت لبرنامج طبيب الأسنان والأذهان هو أننا بنهتم وبنسعى جاهدين وبنفعل قصارى جهودنا أننا نجيب مواهب من الشارع المصري، مواهب من البيت المصري، مواهب من الأسرة المصرية. بغرض ايه؟ بغرض نظهر الأصوات الحسنة والعذبة والجميلة للسادة الجمهور وللسادة المشاهدين. النهاردة خلونا نرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف نورنا. نورك يا أستاذ. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. قبل ما تسمعنا حاجة وقبل ما تمتعنا بصوتك عايز أعرف من حضرتك إمتى عرفت إن صوتك حلو؟ يعني إمتى لاحظت إن أنت ممكن تنشد؟ لاحظت إن صوتي حلو من خلال حفظ القرآن. من وأنا صغير كنت بحفظ قرآن الحمد لله، يعني ربنا قدرني، قلبي ساعتها كان متعلق بالقرآن جدا ما شاء الله، وحفظت وكنت بحفظ قرآن من ساعتها. وأنا لاحظت إن صوتي حلو ابتديت أشارك بقى في الإذاعة المدرسية، من هنا لهنا ابتديت اطلع مسابقات، اخد مراكز على الاداره على المدرسه وكده بس. تمام. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ سمع حضرتك انشوده اسمها كل القلوب. ما شاء الله اتفضل. كل القلوب الى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا خير الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا خير الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفه، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفه لما بدت بين القلوب تسيل. يا رب، يا 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 رب، يا رب إني قد مدحت محمدا في ثوابي للمديح جزيل، في ثوابي للمديح جزيل. ربنا يزيدك. عايز اعرف من حضرتك مين في البيت بيدعمك سريعا؟ ابويا وامي اول حاجه، يعني هم يعتبروا يعتبر كل حاجه في حياتي ما شاء الله، يمكن من غيرهم مش هعرف اعيش بصراحه. احنا يعني برضو من هنا ومن منبر قناه الصحه والجمال بنوجه كل التحايا وكل واسمى ايات الشكر والتقدير لوالد ووالده يوسف، الصوت العملاق، الصوت اللي فعلا يستحق انه يتواجد باستمرار ويوميا على شاشات الفضائيات. طيب قبل ما اختم معاك عشان وقت حلقتنا، عايز اسمع منك حاجه تانية نختم بيها. اتفضل. سمعنا ايه؟ سمع حضرتك انشوده المسك وفاح. الله انا دي بحبها. اتفضل. المسك وفاح، المسك وفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا ابا الزهراء. المسك فاح، المسك فاح، لا
لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لي مين وأجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي الله الله أشكي لي مين وأجدي وحالي وأقول لي مين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بأتمنى أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله طول عمري بأتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلي أراه المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء ما شاء الله عليك ربنا يزيدك يا رب بنعزي. قبل ما نختم حابب تقول حاجة معينة لبابا أو ماما حابب أقول لهم إن هم والله كل حاجة في حياتي ولهم هم في حياتي ما كنتش وصلت اللي أنا فيه دلوقتي بحب اشكر عمامي اشكر أكيد. عماتي اشكر خلاني اشكر خالاتي كل الناس اللي بتدعمك وكل الناس اللي تقف اشكر اهل قريتي اللي لهم أكيد. الناس اشكر الناس اللي كانت بتقدمني للصلاه في المسجد اكيد اللي زادت من ثقتي في نفسي اكيد شرفتنا يوسف شرفتنا واسعدتنا شكرا نطلع فاصل ونستقبل اخر فقره معانا انتظرونا